WNZK, Dearborn Heights, Detroit. Your ethnic superstation at 690 days, 680 nights. Sawa Al Hawa. يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموت كنا سوا. يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633. البرنامج يبث لمستمعين يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM، ولمستمعين في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300، الإضافة عبر سكايب USArabRadio. للاستماع للبودكاست usshammedia.com. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لكل من انضم إلينا في هذا التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. الاتجار بالبشر موضوعنا لهذا الصباح. 7 مليار دولار سنويا وغياب القوانين الرادعة بالمنطقة العربية. يعد الاتجار بالبشر ونقل ملايين الأشخاص قسرا سنويا عبر قارات العالم للسخرة أو للاستغلال الجنسي ثاني أربح تجارة غير مشروعة بعد الاتجار بالمخدرات عالميا، حيث يصل حجم تلك التجارة إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنويا. منذ بداية ثورات الربيع العربي ودخول المنطقة العربية في اضطرابات سياسية لطيلة 5 سنوات، زادت تلك التجارة من دول مثل سوريا، ليبيا، لبنان، وأصبحت المنطقة العربية محطة هامة في نمو الاتجار بالبشر، تارة بأموال عربية وتارة أخرى بأموال غربية. مؤخرا كشفت السلطات اللبنانية عن تحرير 75 فتاة معظمهن سوريات من براثن عصابة يديرها سوريون ولبنانيون تتاجر بالبشر، مما يفتح الباب للتحقيق حول تلك المنظمات التي تدير مثل تلك العمليات، تارة في لباس منظمات إنسانية وتارة في ثوب عصابات ربحية. ما هو حجم تلك التجارة فعليا بالمنطقة العربية؟ هل هناك منظومة قانونية رادعة لمثل هذه التجارة؟ ما هي أهم المنافذ والمحطات محليا دوليا في تلك التجارة؟ معنا لمناقشة كل هذه المحاور من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عماد حمد، المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان AHRC. وأيضا تنضم إلينا لاحقا الدكتورة نسرين صوان، أخصائية الطب النفسي والعصبي. من لبنان انضمت إلينا السيدة جومانا مرعي، ناشطة نسوية لبنانية ومناصرة لحقوق المرأة والإنسان منذ عام 1995 ومديرة مكتب بيروت في المعهد العربي لحقوق الإنسان. أيضا ينضم إلينا لاحقا الأستاذ محمد أبو عساكر، المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط. مرحبا بكم أحبتي في حلقة جديدة وموضوع هام جدا. آن الأوان لنفتحه، الاتجار بالبشر، ما يجري في هذا الموضوع وخاصة في المنطقة العربية. معي في الاستوديو الأستاذ عماد حمد. صباح الخير عماد. صباح الخير ليلى، لك ولكل المستمعين الكرام، للضيوف اللي راح يشاركونا. يعني هذا موضوع هام جدا في غاية الأهمية، وللأسف المعلومات أو الوعي حوله قليل والحديث عنه أقل، إلا عندما يحدث يعني هزة إنسانية كبيرة كما شهدنا في لبنان تعاد ويسلط الضوء عليه. سيدة جومانا، انضمت إلينا سيدة جومانا مرعي أيضا من لبنان. سيدة جومانا صباح الخير. سيدة جومانا تسمعينني؟ سيدة جومانا ألو.
نعم تسمعينني سيدة جمانة؟ صباح الخير. عذرا أنا هلأ عم بسمعك، مقطوع الكهرباء، كانت مقطعة الكهرباء فجأة. هذا من 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 صلب ما يعانيه ما تعانيه المنطقة العربية. صباح الخير أستاذة جمانة لألك، وشكرا على يعني قبولك دعوتنا لتسليط الضوء حول هذا الموضوع الهام. أبدأ معك عماد، الاتجار بالبشر مصطلح حديث انتشر في العالم بأسره، هذا الانتشار إن دل فإنه يدل على ما يحدث الآن في العالم من انتهاكات للحريات الأساسية التي تحفظ كيان الإنسان وآدميته. إذا أردنا أن نعرف أستاذ عماد الاتجار بالبشر، كيف تعرف؟ يعني أولا الاتجار بالبشر يشكل تحدي عالمي ولا يقتصر على أي دولة أو أي مجتمع بحد ذاته، هي ظاهرة منتشرة في كل العالم، تجارة رهيبة جدا في مردودها المالي كما ذكرتي، تعد يعني ثاني أكبر تجارة في مردود مالي في العالم بعد تجارة المخدرات، وهذا طبعا استنادا لإحصاءات حتى غير رسمية وغير معلنة، وأنا بتقديري الشخصي أنه الاتجار في البشر يفوق ويتجاوز حتى تجارة المخدرات في العالم. الاتجار في البشر بشكل مختصر وبسيط هو عبودية القرن الحالي، هو العبودية من جديد وبشكل جديد، وليست مسألة بكل أسف جديدة على المجتمعات، هي قائمة ولكن مواجهتها بجرأة وشجاعة ووضوح وصراحة هو ما ينقص هذه المجتمعات. يعني إذا أخذنا نظرة سريعة لطبيعة القوانين المرعية في هذا الجانب، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في نطاق الأمم المتحدة، هنا يعني يشكل موضوع الإتجار في البشر مسألة تحدي اجتماعي لكل المجتمعات، وخاصة طبعا الفقيرة منها أو البلدان التي تتعرض يعني للحروب والويلات وتخلق حالة من ازدياد حالة القهر في الأوساط الاجتماعية. طبعا ظاهرة الاتجار في البشر مسألة تعني كل إنسان، وليس هناك أي مجتمع أو شخص قد يكون محصن من أن يكون ضحيتها في هذا العالم. طبعا أشكرك عماد على تسليط الضوء على التعريف الأساسي، نعود إلى التفاصيل، لكن أود أن أنتقل بالحديث إلى السيدة جمانة. سيدة جمانة هي ناشطة نسوية لبنانية مناصرة لحقوق المرأة والإنسان من عام 1995، وأيضا مديرة مكتب بيروت في المعهد العربي لحقوق الإنسان ورئيسة التجمع النسائي الديمقراطي. أستاذة جمانة، 17 مليار دولار حجم الاتجار في البشر عالميا، هل هناك أرقام عربية في هذا الشأن، وكيف تنشط تلك التجارة في المنطقة؟ بصراحة الأرقام العربية ضعيفة بهذا المجال، ولو أنه أشكال الاتجار عم بتزيد وعم تتنامى، وهي قديمة كما ذكر الأستاذ، قديمة. نحن الآن في لبنان عم نسمع عن حالات اتجار بأطفال تمت خلال الحرب الأهلية بال75-76، وهودي أصبحوا ناس راشدين إجوا يبحثوا عن بلدهم الأساسي. يعني الموضوع موضوع قديم وقديم في لبنان. إذا بدنا نفكر ليش عم بتتنامى هذه الممارسات، هذه الممارسات تتنامى بشكل أساسي أثناء النزاعات والحروب والصراعات، ونحن في المنطقة منطقة فيها حروب وفيها نزاعات وفيها حروب يعني شرسة، بالإضافة لأزمات إنسانية وأكبرها حاليا في المنطقة أزمة اللجوء، وليس فقط أنا بقول أزمة اللجوء السوري في المنطقة، عنا من قبل أزمة اللجوء العراقي وعدد من أزمات اللجوء في المناطق اللي عم بيزيد فيها النزاعات، وهذا معروف عالميا. مطرح ما في أزمات يتنامى ويزداد العنف الجنسي ضد النساء وضد الفتيات، والأكثر هشاشة بالنسبة لأوضاعهم وحقوقهم هن عرضة لهذه الممارسات يلي فيها مساس بالكرامة الإنسانية للبشر. وكلنا بنعرف أنه النساء والفتيات القاصرات
اللي عم بيعانوا من أزمات اللجوء واللي عم بيعانوا من أزمات تهجير قسري داخل دولهم وخلال النزاعات المسلحة، هن من أكثر الفئات هشاشة وهن عم يتعرضوا لهذه المسألة. دائما أعتقد سيدتي اللجوء، نعم دائما أعتقد العاملات المهاجرات في لبنان أيضا عم يتعرضوا للإتجار، لأنه كمان هن من فئة الأشخاص اللي أوضاعهم الحقوقية والقانونية هشة. نعم دائما عماد الشريحة الأضعف تتأثر أكثر من غيرها، كما ذكرت سيدة جمانة يعني النساء الأطفال هم الأكثر عرضة لهكذا مواضيع من الاستغلال، سواء الجنسي سواء العمالة سواء الآن أيضا الاتجار بالأعضاء وغيرها وغيرها. هذه جرائم البشعة دائما هدفها المردود المالي، يعني أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون الاتجار بالبشر أن هذه المواضيع تدر أرباحا هائلة للمجرمين تصل إلى 111 مليار يورو سنويا. كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ننطلق من أمريكا ومن ثم نغوص أكثر فيما يحدث في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية في هكذا مواضيع؟ هل هناك قوانين صارمة للتعامل عماد، وأنت الناشط والحقوقي الذي عملت من خلال منظمات كثيرة والآن تعمل في مجال حقوق الإنسان ولك هذه من خلال المنظمة الرائدة التي تديرها؟ أولا يعني كما ذكرت تحدي الإتجار في البشر تحدي عالمي، وهو تحدي كبير حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تجارة البشر في الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر التجارات في العالم، طبعا منتشرة في أنحاء الولايات المتحدة. ولا قد يفاجئ البعض أن ولاية ميشيغان اللي نحن جزء لا يتجزأ منها وتعتبر الولاية الحاضنة للبيت العربي الأمريكي الأكبر تشكل ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة للإتجار في البشر. وإذا أردنا أن نحدد المدن نتحدث عن مدينتين في أذهان الناس راقي جدا بمستواها الأكاديمي أو الاجتماعي، سواء كان مدينة أن أربر أو جران رابيتس. طبعا القوانين المرعية في الولايات المتحدة الأمريكية تحارب ظاهرة الإتجار في البشر وتعتبرها جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون في أقصى الدرجات. يعني الأحكام القانونية الموجودة أو القوانين المرعية تلاحق وتقاضي يعني تجار البشر بكل الوسائل الممكنة. وهناك هيئات حكومية رسمية خاصة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الفدرالي لمتابعة ومكافحة موضوع الإتجار في البشر. يعني حتى إحنا في ميشيغان أصبح الآن إذا لاحظنا في الفترة الأخيرة يردد موضوع الإتجار في البشر على غير عادي. يعني قديش صرنا سنين في هذه البلد لم يكن أحد العناوين التي تتحدث عنها الصحافة الإعلام، حتى لم يكن أحد العناوين التي تتحدث عنها حتى منظمات حقوق الإنسان أو إلى آخره. دائما صورة مغيبة أو باهتة ولا تعطى الاهتمام المطلوب. الآن نجد هناك نهضة وصحوة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنه كل الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية عم تشكل الآن لجان خاصة، قوة عمل تاسك فورس خاصة لمكافحة الإتجار في البشر، وميشيغان جزء منها. طبعا هناك خلط أحيانا بأذهان الناس بين الإتجار في البشر وضحايا الإتجار في البشر وتهريب البشر، وهناك طبعا فارق كبير بين الجهتين. أولا يعني الإتجار في البشر معناه ولا جدل حول معناه أنه الشخص يرغم رغما وقصرا عنه بزجه في هذه التجارة. وطبعا بهذه التجارة صحيح أنه الفتيات صغار السن أو يعني بغض النظر عن العمر هم يعني العنوان الأول، ولكن هذا لا يستثني حتى الأطفال حتى الذكور منهم. هناك تجارة عنيفة شاسعة
يعني معقدة التركيب ويتم الإتجار بهؤلاء الناس على كل المستويات. فالإتجار في البشر لا يميز بين ذكر وأنثى. طبعا ضحايا الإتجار في البشر في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعاقبهم القانون الأمريكي. القانون الأمريكي يعتبر أن هؤلاء ضحايا، وبالتالي حتى هؤلاء إن لم يكن لديهم أي وضع قانوني أو إقامة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الأمريكية أو القوانين المرعية تمنحهم حق اللجوء وحق الإقامة وحق الدعم والمساندة، لأنه يعتبروا ضحايا رغما عن إرادتهم. بينما من إذا تحدثنا عن التهريب، يعني تهريب الناس، من يهرب يهرب لأنه هو يريد أن يهرب، هو يريد ذلك طوعا، وبالتالي عقاب من يهرب ومن يهرب موضوع مختلف وأقل حتى عقوبة بالنسبة للقوانين الأمريكية المرعية. نقطة هامة جدا أثرتها عماد حول العقوبات التي تتناولها الحكومة طبعا فيما يتعلق في موضوع الاتجار بالبشر وتهريب البشر. هذا موضوع مهم جدا ونقطة فيصلية ربما يخطئ فيها الكثير. هناك هذه الإشكالية، من يرغم على أن يتاجر به أو يهرب، أو من يقوم بهذا الموضوع بنفسه. في ضمن هذا السياق وضمن هذا الموضوع أيضا أستاذة جمانة، أعود إليك فيما يتعلق بالقوانين في المنطقة العربية، وأنت الناشطة والحقوقية لزمن طويل. ما هو المفصل الأساسي والفرق بين تعامل الغرب في هذا الموضوع وبين تعامل الحكومات العربية أو المنطقة العربية؟ وهل هذا هو مدخل وسبب من أسباب ازدياد هذه التجارة في المنطقة العربية؟ بعد الفاصل نتابع معكم أحبتي هذا الموضوع الهام جدا، الاتجار بالبشر وما إلى ذلك من ربما جرائم ترتكب في هذا السياق. فاصل ونعود إليكم. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن، بيئة صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذن لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضا وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام، وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه، مجازون من قبل ولاية ميشيغان ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية، أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات أو زوروهم على 37373 ديكوندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170 Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. سوا على الهواء، سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطن الموت، الاتجار بالبشر وغياب القوانين الرادعة في المنطقة العربية. صباح الخير، هذا موضوعنا لهذا الصباح، وبضيافتنا من أمريكا الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان. أيضا معنا من لبنان سيدة جمانة مرعي المناصرة لحقوق المرأة والإنسان ومديرة مكتب بيروت في المعهد العربي لحقوق الإنسان. سيدة جمانة، قبل الفاصل توجهت إليك بالسؤال، ما هو الفرق الأساسي بين تعامل الغرب وفي القوانين بين هذا في هذا الموضوع وبين ما يجري في المنطقة العربية؟ وهل هذا الموضوع هو ما سبب ازدياد فعلا في الاتجار بالبشر في المنطقة بسبب يعني القوانين الغير صارمة وتعاملها في هذا الموضوع؟ أولا أنا بحب يعني أوضع الإشكالية الحالية ضمن السياق العام يلي موجود في المنطقة العربية. يعني موضوع التمييز والعنف ضد النساء موضوع
حاضر وحاضر بقوة في كل المجتمعات العربية. هذه إشكالية وإشكالية كبيرة في المنطقة العربية، كيف ممكن تأمين الحماية للنساء وللفتيات من العنف الممارس والمسلط عليهم في ظل غياب منظومة قوانين حماية. عندنا موضوع الثقافة الذكورية السائدة وتعامل المجتمع مع هالنوع من الجرائم، أنه يقبل بالإفلات من العقاب ويتساهل مع مرتكب العنف وبخاصة العنف الجنسي. يعني إشكالية جرائم العنف الجنسي ضد النساء في المنطقة أنه في منظومة اجتماعية قائمة تتساهل وتشجع على الإفلات من العقاب، إلى جانب منظومة قوانين الأحوال الشخصية اللي بتنظم حياة الناس في الحيز الخاص، هي قوانين تشجع أيضا على هالنوع من الجرائم وتشجع على الإفلات من العقاب والإتجار بالفتيات حتى لو لم يتم خروجهم من البلد اللي هن موجودين فيها. وهذه الممارسات بتزيد وبتتنامى خلال الأزمات وخلال الحروب والنزاعات. وما زلنا حتى الآن في غالبية المنطقة العربية يتم التعاطي مع قضايا العنف الجنسي بالتستر عليها وبتحميل النساء الضحية، تحميل مسؤولية هذه الإشكالية. فإذا نحن بوضع كل منظومة القوانين يلي من شأن أن تحمي الكرامة الإنسانية للنساء من جرائم العنف الجنسي ومن الاستعباد هي ضعيفة، فكيف الحال بده يصير عندما بتكون المرأة عم المنطقة تمر بمرحلة انتقالية وفيها حروب وفيها إذا سيدة جمانة نزاعات. دعيني أخذ مثال كونك حضرتك سيدتي دعيني أركز قليلا على لبنان، ليس لأنه لبنان ربما من أحد الدول التي فعلا الآن تنشط فيه هذه التجارة بسبب كما ذكرتي الأزمات والحروب، وهو معبر رئيسي ومنفذ رئيسي، وقد تحدثت في بداية الموضوع عن أهم المنافذ والمعابر بسبب الأزمات. هل هناك كما أشرتي قوانين صارمة في لبنان تحكم هذه التجارة؟ طبعا أنا أتحدث عن القانون الآن وسندخل في آلية تنفيذه. إذا كان هناك قانون ممكن لنا أهم هذه القوانين التي تجرم موضوع الاتجار بالبشر وما هي العقوبة الفعلية الموضوع قانونيا؟ نحن في لبنان صدر من وقت منه طويل قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وكان قانون لأول مرة بتاريخ لبنان بينوضع، بالرغم من أنه في عنا إشكالية كبيرة بالقانون اللبناني، أنه القانون اللبناني يبيح الدعارة وتعارض هالمسألتين بالقانون جعل قانون الإتجار في البشر ضعيف، لا يؤمن الحماية الكاملة للنساء وللفتيات. أكثر من هيك، القانون يعتبر أنه تحت 18 سنة هي ضحية، وبالتالي النساء والفتيات اللي بتعرضوا لهالنوع من الإتجار لما بيصيروا بعمر البلوغ بدأ يكون في نظر مختلف لأنهم ببعض الحالات القانون بيعتبرهم مسؤولات عن وضعهم، لأنه في عنا قانون البغاء أو قانون الدعارة في لبنان. سيدتي القانون يعتبرها اللي حصلت في لبنان ردة الفعل الأولى من قبل المسؤولين بإنفاذ القانون أنه اعتبروا كل هذه النساء هن ضحايا إتجار في البشر، ونحن هيدي بنعتبرها شغلة إيجابية أنه ما تمسكوا بنص القانوني بحذافيره وأنما تعاطوا مع الإشكالية ضمن السياق العام يلي عم بتم فيها، خاصة أنه هودي النساء يلي يعني انكمشت الشبكة اللي عم بتديرهم كانوا بوضع يعني كأنهم مخطوفين، وهن أصلا جزء كبير منهم تم خطفهم من سوريا إلى لبنان،
وهني موجودين بشكل قسري لممارسة العنف الجنسي سأتي على هذه القضية بتفصيل أكبر. سيدة جومانا، أريد أن أسلط الضوء على الواقع، ربما لأحد مستمعينا أو لعدد من المستمعين لم يكونوا على معرفة في هذه القضية، سأسلط الضوء. لكن عماد، لديك تعليق قبل أن أنتقل إلى سؤالي لك على ما ذكرته السيدة جومانا؟ نعم، أولا يعني يجب قضية العنف الجنسي تجاه المرأة مسألة غير أخلاقية غير إنسانية، ويجب أن يحافظ على الكرامة الإنسانية بغض النظر. ليس هناك أي تبرير بأي المصطلحات وأي ظروف للتعاطي مع هذه الظاهرة وكأنها حالة عادية أو طبيعية. ولكن عندما نتحدث عن العنف الجنسي أو التحرش الجنسي أو إلى آخر، أو حتى ممارسة الدعارة بشكل طوعي، هذا شيء، وموضوع الإتجار في البشر شيء آخر. نحن الآن نتحدث عن موضوع الإتجار في البشر. الإتجار في البشر يعني شيء واحد وليس قابل لا للتأويل ولا لأي شيء آخر، هو أن هؤلاء الضحايا هم ضحايا يمارسوا هذا أو يوضعوا بهذا الوضع ويفرض عليهم هذا النمط من الحياة وهذا الأسلوب منها قسرا ورغما عن إرادتهم، وليس خيار طوعي، نقطة لا جدل فيها. ولهذا يتم التعاطي معهم كضحايا، ويتم ملاحقة تجار البشر كمجرمين بحق الإنسانية. الآن نحن نعلم أن القانون شيء على الكتب وعلى الدفاتر وعلى السجلات، و تطبيقه على الأرض شيء آخر. يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اللي فيها قوانين صارمة جدا وحادة جدا في محاربة هذه الظاهرة، نجد هذه الظاهرة في انتعاش وازدهار كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجد أنه يعني هناك شبكات منظمة جدا تعمل داخليا وعالميا، لأنه هذه التجارة تجارة عالمية مربحة جدا. نعم. جدا جدا. لما نتحدث عن بلداننا في المنطقة العربية أو البلدان الفقيرة أو المتعترة بالحروب والدمار والاقتتال وإلى آخره إلى آخره، نتحدث عن قضية الفساد، الشبكات يعني اللي حاميها راعيها حاميها شو بيقولوا حاميه حراميه بهالمنطقه هذا. نعم. يعني بمعنى انه هناك حتى ضمن النظام الامني الذي نعم. مفترض ان يحارب ويواجه هذه الظاهره، تجدي انه هم من جزء من هذه المنظومه للمردود المالي الهائل. نعم. الذي تقدمه تجاره البشر. وللأسف هذا الموضوع يعني ما تناولته الصحافة وما تناوله الحقوقيون في تحديدا في مسألة الاتجار ب 75 فتاة. سيدتي، يعني دعيني أسلط الضوء على ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوقفت شبكة لتسهيل الدعارة في لبنان، وجاء في البيان الذي أصدرته أنه نتيجة للتحريات والرصد الدقيق تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من خلال عملية أمنية نوعية كشف هوية مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بأشخاص في لبنان، توقيفهم في محلة جوني وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية. تعرضنا للضرب، التعذيب النفسي الجسدي، أجبرنا على ممارسة الفحشاء تحت تأثير الضرب والتعذيب الغير مسبوق والغير الإنساني، والتهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب. طبعا هذه الملاهي الليلية والشقق الفخمة التي تستخدم لإيواء الفتيات اللواتي حررنا سيدتي، يعني كانت قد أغلقت لعدة مرات، لكن يعني أشار الإعلام إلى أن هناك، نتحدث هنا بشفافية سيدتي، وأتمنى أن يعني لا، نحن لن نذكر أسماء، ولكن يقال أن هناك شخصيات نافذة جدا كما أشار الأستاذ عماد، من يقومون بدعم هذه الشبكات. لذلك أعيد فتح هذه الملاهي والبيوت للدعارة بعد أقل من أشهر من إغلاقها. كيف ترين الموضوع؟ اولا انا بدي اكد على الملاحظه اللي تقدم فيها الاستاذ عماد بالنسبه للتمييز واهميه التمييز ما بين الدعاره وما بين الاتجار بالبشر. حتى موضوع الدعاره لا يمكن انه نعتبره
يعني طبيعي. بشكل خيار حر، لأنه هون كمان بنحط كتير علامات استفهام عليه. والمقررة الخاصة بالإتجار بالبشر أكدت أنه هو شكل من أشكال الإتجار في البشر. ولكن الإشكالية الأساسية الآن اللي أصبحت موجودة واللي عملت هذه الضجة في لبنان هي موضوع الـ يعني الـ الإتجار، خطف النساء والفتيات والمتاجرة فيهم وإجبار على ممارسة الجنس القسري. يعني في استعباد وفي عملية قسرية لألون، وهن موجودين بمكان موجودين فيه قسرا، يعني هن بحالة القطف. والشبكة مع الأسف ليست فقط الشبكة يلي تم كمشة في منطقة جوني، من وراها صار في عدد من الشبكات، وشفنا كمان انه في عدد من فتيات طلاب المدارس بالمرحلة الثانوية يتم استغلالهم عبر الواتساب وعبر التليفون بصور، ويتم تهديدهم بفتحهم اذا رفضوا بيع الجنس، وهذا نحن نسميه أيضا إتجار بالبشر. المشكلة الكبيرة فعلا أنه في جهات سياسية نافذة، ومع الأسف أسماء كبيرة من القوى الأمنية متورطة بحماية وتغطية اللي عم بيقوموا بعملية القطف واللي عم بيقوموا بعملية الإتجار بالنساء والفتيات. وفي معلومات انه القوى الامنية في جزء منها سهل عملية خطفهم ووضعهم بالمكان اللي هن موجودين فيه، والمكان اللي موجودين فيه ليس شقق فخمة على الاطلاق، موجودين يعني باماكن مزرية الاقامة فيها، باماكن شروط الحياة فيها صعبة، وكان عم بتم الاتجار فيهم بأبشع الاشكال. هذا بيفتح علينا النقاش سيدتي. القانون لوحده غير كافي، القانون في لبنان موجود لمكافحة الاتجار في البشر ولكنه غير كافي، لا توجد آليات فعلية من شأنها أن تؤمن الحماية، لا توجد آليات لإنفاذ هذا القانون، معناته نحن النساء والفتيات ما زالوا عرضة لعدم الحماية. أيضا موضوع البيئة المشجعة على هالنوع من التجارة، ومع الأسف موجودة في لبنان وفي العديد من الدول، واللي بتتعاطى مع النساء انهم هن ضحايا سهل الاتجار فيهم والإفلات من العقاب، وإمكانية أن تتم معاقبتهم قليلة لأنه ما حدا رح يتجرأ ويحكي عن هذه الشبكة. والجو سيدتي العام سيدتي النائب يتعاطى مع الموضوع، والإعلام هون بشكل أساسي، وأنا بعتبره للإعلام شريك في هذه الجريمة. الإعلام تعاطى أنها شبكات دعارة ولم يتعاطى أن شبكات إتجار بالبشر، هذا معناته أنه اللي راح يتم معاقبتهم هن النساء والفتيات وليس من يقوم بعملية بيع الخدمة، وأيضا كل من يشتري هذه الخدمة أيضا سيكون بمعزل عن هذا العقاب. الفرق ما بينه وبين العديد من الدول اللي فيها قوانين مفعلة أنه العقاب يطال كل الشركاء في هذه الجريمة، ويحدد أنه كل من تم استعباده وإجباره على ممارسات هو ضحية وليس مذنب. أشكرك طبعا، نقاط هامة جدا أثرتها، وأعود إليك فيما صرح به النائب ميشيل موسى لعدد من وكالات الأنباء، وتساءل حول التأخر في التواصل إلى هذه الشبكة، وأيضا شدد على ضرورة تطبيق ما وقع عليه لبنان من قوانين دولية، وأعرب عن أسفه حيال القوانين التي وقع عليها ولا تطبق، واعتبر أن العقاب هو السبيل الوحيد لتطبيق القانون. أعود معك إلى هذه النقطة سيدتي، لكن
لأستاذ عماد حمد تعليق، وأيضا أود أن أشرك الأستاذ محمد أبو عساكر الذي انضم إلينا من دبي مباشرة، الأستاذ محمد أبو عساكر الناطق الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط. تفضل عماد. يعني سيدة العزيزة تقدمت بشيء مهم جدا، اللي هو كيفية إرغام هؤلاء الضحايا لممارسة هذا النوع من الإتجار. طبعا هؤلاء يهددوا بكل كل الوسائل الممكنة. لماذا يصبح الشخص الضحية رهيني أسير بالكامل؟ يعني مهمته فقط إرضاء تجاره. بكل بساطة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية شهدنا حالات يتم فيها استغلال الفتيات أو صغار السن حتى من الذكور من خلال تهديدهم بأمور مختلفة. وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي أكبر مصيدي وأكبر يعني طعم لاستدراج هؤلاء، حتى يعني في المدارس الثانوية والعامة والجامعات وإلى آخره. عندما يتم يعني أسر ضحية ما، من خلال هذه الضحية يستطيع أن يحصلوا على ضحايا آخرين، وتكرر المسألة نفسها. يعني ما ذكرت سيدة العزيزة في لبنان يحدث يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية ويحدث في العالم كله. طبعا موضوع مهم بتقديري اللي هو يعني حاجتنا الماسة في مجتمعاتنا العربية بشكل خاص حتى العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، ضروري جدا يعني أن نخلق حالة من الوعي الاجتماعي والثقافي حول هذه الظاهرة. الوعي هو السلاح الأمضى والأقوى في حماية أطفالنا وفي مواجهة هذا المرض الاجتماعي السرطاني الخطير. كثير من العائلات لا يعو هذا الموضوع بكل تفاصيله، حتى كثير من الجهات المعنية في حقوق الإنسان يعني أصبح وكأنه هذا الموضوع موضوع ثقافي جديد يتم التعاطي معه هذه الأيام. فاصل للإعلان ونكون معكم في استقبال الأستاذ محمد أبو عساكر الذي انضم إلينا الآن من دبي مباشرة. الأستاذ محمد هو الناطق الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط. بعد الفاصل نعود معكم لمناقشة هذا الموضوع الهام، الاتجار بالبشر، وهل القوانين الدولية والعربية كافية لردع من يقومون بهذه التجارة المربحة جدا والقائمين. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن، بيئة صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذن لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضاعة وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه، مجازون من قبل ولاية ميشيغان ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات أو زوروهم على 37373 ديكوندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170 Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير. صباح الخير امريكا. امريكا من يوم اللي اتكون يا وطني الموج. كشف التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمقدرات أن 2 ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الإتجار بالبشر دون أن يتعرض الجنى للعقاب. وأشار التقرير إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات و30% منهم رجال وصبية. وبحسب التقرير لا يمارس الذكور فقط هذه التجارة، فهناك نسبة 30% من النساء وردت أسماءهن في قضايا إتجار،
ونسبة الذكور تتراوح من 70 إلى 78%، وأكثر المتاجرين موجودين في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة والفقر يؤمنان البيئة الحاضنة لهؤلاء المجرمين. تتعدد الأهداف والعبودية واحدة، فهذه التجارة لا تقتصر على الاستغلال الجنسي فقط لضحاياها، فهناك 14% منهم مخصصون للعمل القسري وسرقة الأعضاء، في حين يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسري كالتنظيف والبناء والخدمات الغذائية، و8% للاستغلال الجنسي، و1% لسرقة الأعضاء. ودائما ما تكون الغاية المرجوة من هذه الجرائم البشعة هي المردود المادي، فقد أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية أن الإتجار بالبشر يدر أرباحا هائلة للمجرمين تصل إلى 111 مليار يورو سنويا، وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2014 إلى أن العمالة القسرية في الاقتصاد الخاص تدر سنويا حوالي 150 مليار دولار من الأرباح غير المشروعة. لإذاعة صوت العرب، رواء أبو معمر. طبعا نعود معكم لمناقشة هذه المحاور الهامة جدا، واليوم نحن نسلط الضوء فقط على هذا الموضوع. الموضوع واسع وكبير جدا وله تشعبات يجب أن نقف عندها، لكن الوقت المتاح به نحاول أن نسلط الضوء، وإن شاء الله نستكمل هذا الموضوع في مواضيع لاحقة. إذن الاتجار بالبشر وغياب القوانين الرادعة بالمنطقة العربية، بضيافتنا الأستاذ عماد حمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الأستاذة جمال أنا من مرعي من لبنان، وانضم إلينا الآن الأستاذ محمد أبو عساكر من دبي. صباح الخير محمد. محمد صباح الخير لك ليلى ولضيوفك أستاذ عباد أستاذ جمانة ولجميع المستمعين. محمد، استمعت إلى التقرير من رواء وأيضا مدخلي مباشرة، هل هناك منظومة قانونية رادعة لمثل هذه التجارة؟ دعنا نتكلم الآن عن المنظومة القوانين القانونية، والتجارة قائمة والأرباح يعني خيالية، ومن يدعمون هذه الشبكات أشخاص نافذين سواء في أوروبا وأمريكا أو في المنطقة العربية، هذا معروف، لكن القوانين الرادعة هي ما هي الفيصل والحكم؟ كيف ترى تطبيق القانون في هذا المجال؟ نعم، أنا أتفق مع الضيوف الكرام الذين تحدثوا على أن هؤلاء الفتيات هن ضحايا لتجار بالبشر واستغلالهن بطريقة غير أخلاقية ومخلة بحقوق وقواعد حقوق الإنسان. الموضوع بالنسبة للرقابة وتطبيق القانون هذا ليس من مهمة المنظمات الدولية الإنسانية، هذا بشكل أساسي هو من مهام السلطات المحلية، وهذا ما قامت به وزارة الداخلية اللبنانية بملاحقة هذه الشبكات والمستغلين لضعف وحاجة هؤلاء الفتيات واستغلالهن بممارسة أنواع العنف الجنسي والعنف البدني واللفظي وأنواع العنف المختلفة بحق هؤلاء النسوة. نحن ننظر ببالغ الحزن والأسى أن نرى أن يكون هناك فتيات من بين يعني فتيات لاجئات من بين هؤلاء الفتيات التي تم ضبطهم في نهاية شهر مارس الماضي في لبنان. هذا شيء مؤسف جدا صراحة، وهذا ما حذرنا منه نحن مرارا وتكرارا، أن نقول أن الوضع الإنساني والحاجة لدى اللاجئين في دول الجوار هي حاجة كبيرة جدا، وبحاجة إلى أن نستجيب لحاجة هؤلاء الناس. لا يجب أن نضع النساء أمام تحدي اختيار أن يجبروا على ممارسة الجنس أو يستغل، هذا موضوع آخر محمد، يعني يجبروا على ممارسة الجنس بإرادتهم. نحن نتحدث عن موضوع تم فيه اختطاف فتيات بشكل قسري وتضليلهن وإجبارهن على العمل في الدعارة، هذا موضوع مختلف تماما يعني. لكن أود أن أسألك يعني لماذا لا يكون هناك تدخل للمفوضية، كون هذا الموضوع يدخل في المنظومة الدولية وضمن القوانين الدولية؟
نحن نتحدث في بعض البلدان ونحن نأخذ لبنان كمثال فقط، يعني هل هناك فعلا آلية لتدخل المفوضية؟ هل هناك لأي لاجئ يمكن أن يتعرض لهكذا اعتداء التواصل مباشرة والإبلاغ عن هذه الممارسات ضده ويكون تحت حماية المنظمة، منظمة الأمم المتحدة، وتحت حماية القوانين الدولية؟ إذا أخذنا بالاعتبار أن القوانين يعني غير كافية في بعض البلدان العربية وفي المنطقة العربية بالعموم. نعم، هناك نقطتان أود أن أوضحهما في هذا السياق. بداية، ليس من بين هؤلاء هذه الفتيات أي لاجئة مسجلة لدى المفوضية. نعم، هناك 42 فتاة سورية، من بينها 75 فتاة التي تم ضبطهم، ولكن 42 فتاة سورية ليس أي منهم مسجل لدى المفوضية في لبنان. ولكن كونهم سوريين، كونهم لاجئين سوريين، يخضعوا لمعايير اللاجئين بالإطار العام. المفوضية الشاملة المتحدة لشؤون اللاجئين قامت فعلا بالاستجابة، وفي اليوم الثاني مباشرة وهي 30 من شهر مارس الماضي، بالتنسيق مع شركائنا منظمة انترسوس ومنظمة كفا بتفعيل استجابة لهذا الموضوع، وقمنا باحتضان الفتيات من خلال شركائنا في ملاجئ أو في أماكن آمنة تماما، وتقدم الآن الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الفتيات، ويقدم لهم الفحوصات الطبية إذا كان هن بحاجة إلى أي معالجة طبية نتيجة العنف الممارس ضدهم. الفتيات هناك 16 حالة يعني بحاجة إلى جلسات من الدعم النفسي المستمر، لأن عمليات الاضطهاد التي مورست على الفتيات كانت طويلة، منهم من يعني تتراوح الفترة بين أسبوعين إلى 6 سنوات. نحن لا نتخيل أن تكون فتاة ضحية للاضطهاد اللفظي أو الجسدي أو الجنسي لمدة طويلة. هذا سيؤثر بشكل كبير على ثقل نوع لشخصية جديدة، وبحاجة إلى جلسات كبيرة من الدعم النفسي الاجتماعي. نحن نقوم بمتابعة مع شركائنا بشكل أسبوعي، وتصلنا تقارير يومية عن حالة هؤلاء الفتيات. كذلك أن المكان والمأوى الذي تتواجد به هؤلاء الفتيات هو مأمن في مكان آمن، ويخضع لحراسة ووجود موظفين به على مدار الساعة طوال الأسبوع. أستاذ محمد، يعني قبل أن أسألك عن وضع الفتيات، يعني تواصلت مع العديد من النشطاء والحقوقيات من لبنان تحديدا، ووجه كل الشكر لكل من قام بتسليط الضوء من الجمعيات الحقوقية النسائية أو من الصحفيين أو من الأصدقاء في لبنان. العديد من التظاهرات خرجت دعما لهؤلاء الفتيات. دعني أركز، هل الفتيات الآن في مأمن؟ يعني ما قيل لي أن الفتيات ليست بمأمن، بسبب ربما في الفترة اللاحقة سيكون هناك ضغط على جمعيات التي استقبلت هؤلاء الفتيات طبعا، وممكن من الممكن إعادتهم إلى ما كانوا عليه، من الممكن استغلال نفوذ بعض الشخصيات النافذة الأصلا في هذه الشبكة، وممكن إجبارهن على العودة. كيف يمكن للمفوضية أن تحمي حقوق الفتيات ضمن هذا الموضوع؟ وطبعا أنتقل إلى السيدة جمانة لأعرف رأيها أيضا في الموضوع. نعم، نحن نتابع هذا الموضوع، وهذا موضوع مهم في غاية الأهمية، الحماية لهؤلاء الفتيات فيما بعد مرحلة المعالجة والعلاج النفسي والاجتماعي الذي يقدم لهم. نحن في المفوضية الشاملة المتحدة لشؤون اللاجئين نعمل مع شركائنا لتقييم حالة هؤلاء الفتيات والحلول المقترحة في المستقبل، وخاصة ما يتعلق بالوضع الأمني وحفظ الحفاظ على حياة هؤلاء الفتيات. قد تكون من أحد الحلول المقترحة إعادة توطين هؤلاء الفتيات خارج لبنان إلى بلاد مختلفة، من أجل توفير أن يكونوا في مكان وفي مأمن في دولة خارج لبنان، أو أن توفر لهم الحماية، أو في حالة ضمان توفر لهم الحماية أن يبقوا في لبنان. المفوضية تتابع هذا الموضوع بشكل يومي،
وبكل تأكيد نعمل مع شركاء من أجل ضمان حماية هؤلاء ضحايا الإتجار بهن يعني بشكل أساسي. سيدة جمانة، هل لك تعليق على ما ذكره الأستاذ محمد لو سمحت؟ بدي أعلق على بكل أسف نحن في لبنان الدولة كإدارة ومؤسسة لا يوجد لديها أي بيوت أمان لحماية ضحايا العنف الجنسي أو ضحايا الإتجار بالبشر. ما يتم هو ما تقوم به منظمات المجتمع المدني بتأمين البيوت الأمان ومكان اللي عم بيتم فيه إعادة تأهيل الضحايا وتقديم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي لهم. ولكن من خلال متابعتنا مع هذه المنظمات في عنا إشكالتين. الدولة بدها ترحلهم عن لبنان، وخاصة أنه بتعتبر أنه هن منهم بوضع لجوء. ثانيا المشكلة الكبيرة أنه بدهم يرجعون على سوريا. يعني إذا رجعوا على سوريا هؤلاء الفتيات عرضة للقتل. نعم، جرائم الشرف موجودة وهيدي بتبيح قتل النساء والفتيات بهالوضعية. عودتهم على سوريا بلدهم الأساسي هي أكبر خطأ، لأنه أكبر خطر ممكن أن يهدد حياتهم. بقاؤهم في لبنان أيضا يهدد حياتهم، لأنه إمكانية تأمين استدامة التأمين الحماية لهم ضعيفة، وكل مقومات ومنظومة الحماية للنساء والفتيات ضحايا الإتجار ضعيفة، وللاجئين هنالك إشكالية كبيرة. مشان هيك نحن نطالب الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين بأن تعمل على إعادة ترحيلهم من لبنان إلى مكان آمن ممكن أنه يرجعوا يستعيدوا فيه حياتهم. ممكن يصير في ترميم للمساس اللي مسهم بكرامتهم الإنسانية وبقاؤهم بدون خطر أن يهدد حياتهم بالقتل. بقاؤهم في لبنان في خطر عليهم، خطر عليهم لأنه ممكن حتى يصير في وصول من أهلهم لألون. عودتهم إلى سوريا خطر عليهم. حتى بقاؤهم بلبنان ممكن يرجعوا يخضعوا لنفس منظومة الاستغلال ونفس منظومة الإتجار اللي كانت عم بتم. بصراحة لا نثق كثيرا بالأمن اللبناني بأن يؤمن الحماية الكاملة لألهم. نعم. مشان هيك إذا بدنا نفكر. أشكرك سيدتي على الشفافية. أشكرك سيدة جمالة جدا على الشفافية. نعم. المطلوب للحماية. أنا بعتبر الوعي وعي مسألة مهمة جدا، ولكن لوحده غير كافي. يجب أن يترافق مع وجود قوانين وطنية متلائمة مع القوانين الدولية، وأن يكون في وضع آليات لإنفاذ هذه القوانين، وأن يكون في مؤسسات حقيقية في الدولة وأجهزة داخل الدولة من أجل ضمان إنفاذ هذه الآليات وتنفيذ هذه القوانين. والأهم أن يكون في عنا مراكز لتأمين الحماية، تأمين إعادة التأهيل. نعم. لضحايا الإتجار بالبشر. هودي النساء إن لم يعني إذا ما بده يكون في معالجة نفسية لهم وتقديم الدعم النفسي والتمكين لإعادة. نعم، انضمت إلينا سيدتي، انضمت إلينا الدكتورة نسرين صوان للأسف نحو الانتحار. نعم سيدتي، انضمت إلينا الدكتورة نسرين صوان. سريعا يدهمني الوقت، أقل من 8 دقائق، يعني أود أن أستمع إلى رأيها طبيا بشكل سريع في هذا الموضوع. كما أشرتي أنطلق ممكن هذا الموضوع أن يقود الفتيات إلى الانتحار نتيجة للضغط النفسي الشديد والترهيب والتعذيب لسنوات طويلة. لكن عماد، لك تعليق سريع على ما ذكره الأستاذ محمد والسيدة جمانة. أنا يعني أؤكد بشكل كبير جدا على ما ذكرته السيدة جمانة. أنا أعتقد أن هؤلاء سيبقوا ضحية تكرر نفسها على كل الأصعدة إن لم
يتم تأمين الحماية الكاملة لهم. والحماية في لبنان عليها علامات تساؤل كبيرة. على الأمم المتحدة الأمريكية ونحن في المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان طالبنا أن يتم إخراجهم من لبنان ووضعهم في مكان وبلد آمن، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود هذا العالم الحر وتحارب هذه الظاهرة في كل العالم. ولذلك نقول أن هؤلاء إن تركوا على الوضع القائم حاليا ستكرر مظلوميتهم وقد تنتهي إلى عواقب غير حميدة. يعني الآن نحن عندما نتحدث عن الإتجار في البشر نتحدث عن إرهاب إنساني لا يقل أهمية عن الإرهاب الذي نشهده في كل العالم. دكتورة سوان أرحب بك. دكتورة سوان انضمت إلينا من شيكاغو. أريد أن أركز في دقيقتين لو سمحتي على العامل النفسي والمعالجة النفسية بالنسبة للفتيات. ومعنا الأستاذ محمد أبو عساكر الناطق الرسمي باسم مفوضية اللاجئين أيضا من دبي، والسيدة جمانة مرعي الناشطة الحقوقية من لبنان، أستاذ عماد حمد أيضا الناشط الحقوقي من أمريكا. سريعا دكتورة لو سمحتي، كيف ترين الحماية يجب أن تكون؟ أول شيء ليلى لازم أنه إحنا نعرف شو الأمراض المرتبطة، الأمراض النفسية والأمراض الجسدية اللي مرتبطة بهذا النوع من يعني من الكارثة اللي بدي أقول عليها هي كارثة، وهي كارثة الإتجار بالبشر. طبعا في شيء اسمه Post Traumatic Stress Disorder أو هو التوتر الناتج من الصدمة النفسية. هدول الفتيات رح يعيشوا طول عمرهم عندهم هالمشكلة هذه إذا ما تعالجوا علاج طويل، وعلاج يعني الحقيقة حيكون علاج معقد، ولازم إنه يعني حدا يكون مسؤول عن الشيء هذا. وزي ما تفضلت السيدة قبل هيك إنها قالت إنه احتمال كتير كبير في لبنان إنه يعني يرجعوا هدول الفتيات لنفس الشيء اللي كانوا فيه، غير طبعا الاكتئاب، القلق، اضطرابات الخوف اللي هي البانيك ديسوردر، يعني قلنا بوست تروماتيك ستريس ديسوردر، ديبريشن، انكزايتي، بانيك ديسوردر، طبعا الانتحار. زي ما تفضلتي ليلى اكيد انه من كل الاضطرابات النفسية هذه ممكن انهم هم يلجأوا للانتحار، وهذا الانتحار يعني هو عبارة عن كومبليكيشن او هو عبارة عن يعني ممكن انه ينتج من جميع الاضطرابات النفسية، بالاضافة انه هم بصير في عندهم يأس من الحياة لانه ما في عندهم مستقبل. طبعا يعني ممكن انه كمان يستخدموا المخدرات، ممكن يصير عندهم drug and alcohol abuse. هذا بالنسبة للسايكولوجيكال يعني إفكت. بالنسبة طبعا للفيزيكال إفكت، في طبعا ممكن إن هم أكيد إنهم تعرضوا للعنف، للجوع، للضرب، الاعتداء الجنسي، الحروق، إصابات متعددة، ممكن إنها تكون طبعا آلام متعددة، ممكن آلام في الرأس، في الرقبة، في الظهر، في الجسم كله، بالإضافة طبعا لأمراض نسائية. وضروري إني أنا أذكر اللي هي الأمراض اللي هي sexually transmitted diseases أو إنه هي الأمراض المرتبطة بالاتصال الجنسي اللي هي عبارة عن الإيدز، الجونورية، السفلس، والتهابات عديدة، التهابات عديدة، بالإضافة إلى في حاجة اسمها chronic pelvic pain أو chronic pelvic syndrome، بيكون في ألم شديد في منطقة الحوض ومن الصعب جدا علاجها. شكرا لك دكتورة. يعني للأسف يدهمنا الوقت. أستاذ محمد في أقل من دقيقة يعني استمعت إلى ما ذكرته الدكتورة وإلى ما طلب به الأستاذ عماد حمد والسيدة جمانة، هل هناك فعلا توجه لدى الأمم المتحدة إلى حماية الفتيات وأخذ يعني موقف قوي من هذا الموضوع؟ وأيضا سؤال سريع لو سمحت، أهم المنافذ والمحطات محليا ودوليا في تلك التجارة، نعرف بعض الدول غير موقعة على اتفاقية مع الأمم المتحدة، منها اليمن أيضا. نعم أستاذة ليلى، أنا أؤكد لجميع الضيوف ولجميع المستمعين أن المفوضية الثانية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوف تضع كل عوامل الحماية والسلامة لتلك الفتيات بما يضمن أن يكون بمأمن تام، سواء على أي جهة أو على أي مكان كان، سواء كان في يعني في لبنان أو خارج لبنان.
حماية الفتيات وسلامتهن هو على سلم أولويات المفوضية، وبعد التشافي من الجلسات العلاجية الخاصة بالدعم النفسي بالسواء كما تفضل الدكتورة أيضا، وهذا شيء سيأخذ وقتا لأن بعض الفتيات تعرضنا لاضطهاد وعنف على مدار 6 سنوات ماضية، وهذا يعني شكل تحدي كبير وبحاجة إلى وقت كافي للتعافي من ما جراء ما حدث له. نعم أستاذ محمد، أقل من يعني 30 ثانية، ما هي أهم المنافذ والمحطات محليا دوليا في هذه التجارة، تجار بالبشر، سريعا لو سمحت؟ نحن نؤمن أن الذين يتاجروا بالبشر هم يعني مجرمون ويجب محاسبتهم ومعاقبتهم من قبل الدول والحكومات التي يتواجدون فيها. أشكرك أستاذ محمد أبو عساكر الناطق الرسمي باسم مفوضية اللاجئين لحقوق اللاجئين وأيضا الاتجار بالبشر وغياب القوانين الرادعة في المنطقة العربية، كان هذا محور نقاشنا لهذا اليوم. أشكركم جزيل الشكر، نعود معكم لطرق هذا الموضوع الهام إن شاء الله في حلقات قادمة. كانت معكم لهذا الصباح ليلى الحسيني، أشكر كل الضيوف المشاركين معنا هذا الصباح، إلى اللقاء.